رحم الله الفنان فاروق الفيشاوي. الآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس. ومرة أخرى ميرفت المليجي. شكرا لكم مجددا وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى واللوج البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حر رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، الإسكندرية 33 24، مطروح 32 22، بورسعيد 34 24، الإسماعيلية 37 24، السويس العظمى ستكون 36 والصغرى 24، العريش 34 24، طابة 36 26، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 37 27، الأقصر ستكون 42 26، أسوان 42 28، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 34 26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.